السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة النشرة الطبية وفي حلقة جديدة. والنهاردة هنتكلم عن دواء كلوموفين لعلاج العقم والحمل بتوأم. ما هو كلوموفين وما هي دواء الاستخدام والآثار الجانبية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقة دي، تابعوا معانا. قبل ما ندخل في حلقتنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو او استفدت منه بمعلومة ما تنساش تدعمنا بعمل لايك وشير للفيديو. ما هي استخدامات كلوموفين؟ يستخدم الكلوموفين لعلاج بعض انواع العقم لدى النساء والنتيجة عن وجود خلل في عملية الإباضة لديهن، حيث يعمل على تحفيز عملية الإباضة. ومن الحالات التي يستخدم فيها الكلوموفين هي تحفيز وتنشيط الإباضة لدى النساء التي يعانين من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. أيضا كان يستخدم الكلوموفين لعلاج العقم لدى الرجال، خصوصا عندما تكون مستويات هرمون التستوستيرون منخفضة. ما هي الآثار الجانبية لتناول كلوموفين؟ الأدوية تسبب آثارا جانبيا، ويمكن أن تكون هذه الآثار خفيفة أو متوسطة أو شديدة. وأهم الآثار الجانبية للكلوموفين ما يلي: الشعور بالآلام في الثدي، الإصابة بالدوار وفقدان توازن الجسم، صداع الرأس، الإصابة بأعراض الحساسية مثل الطفح الجلدي، الإصابة بالنزيف الغزير المستمر أو متقطع أثناء فترة الحيض، المرور بحالة الهبات الساخنة، الرغبة بالتقيؤ والغثيان وتكون الأعراض خفيفة أو متوسطة، الإصابة بالأرق ومشاكل عدة في النوم، الشعور بالتعب والإجهاد، الإصابة بنوبات هلع، تشوش الرؤية وضعفها، الشعور بالاكتئاب وحساسية العين تجاه الأضواء، الإصابة بمشاكل في الكبد. ما هي موانع استخدام كلوموفين؟ يمنع استخدام الدواء دون استشارة الطبيب المختص في الحالات الآتية: فرط الحساسية لهذا الدواء، الحمل، أمراض الكبد، مشاكل الغدة الدرقية أو اضطراب آخر في الغدد الصماء، النزيف المهبلي غير طبيعي وغير مشخص، انتباس بطاني رحمي البطانة الهاجرة أو سرطان بطانة الرحم، الأورام الليفية الرحمية، أكياس المبيض وقبر المبيض غير الناتجان بسبب متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. ما هي احتياطات استخدام كلوموفين؟ قد يحدث كبر في حجم المبيض عند استخدام كلوموفين، ويصاحبها انتفاخ البطن وألم البطن، وغالبا ما تزول دون العلاج خلال من 2 إلى 3 أسابيع. يجب التوقف عن العلاج حتى يعود المبيض لحجمه الطبيعي. بعض النساء التي يستخدمن هذا الدواء قد تعاني من حالة تسمى متلازمة فرط تنبيه المبيض، والتي غالبا ما تحدث في غضون 10 الأيام الأولى بعد تلقي آخر جرعة في دورة العلاج. والجدير بالذكر أن هذه الحالة تستدعي التدخل الطبي العاجل في المستشفى والتوقف عن تناول الدواء. ومن الأعراض التي تظهر عند الإصابة بمتلازمة فرط تنبيه المبيض: تضخم المبيض، انتفاخ وألم البطن، الغثيان، استفراغ، الإسهال، نقص السوائل، اضطراب الكهر، انتفاخ الأقدام واليدين، زيادة الوزن، تخثر الدم. قد يحدث حمل متعدد التوائم نتيجة استخدام هذا الدواء. قد يسبب استخدام الكلوموفين اختلال وعدم وضوح الرؤية، لذلك يجب الحذر عند قيادة السيارات أو تشغيل أي أداة تحتاج إلى تركيز. الكلوموفين والحمل: يمنع استخدام الكلوموفين لدى المرأة الحامل، كما يجب التوقف عن تناول دواء الكلوموفين فور حدوث حمل. الكلوموفين والرضاعة: يمكن أن يفرز في حليب الأم، لذا يجب عدم استخدام الكلوموفين أثناء فترة الرضاعة الطبيعية دون وجود وصفة طبية، كما يجب التنويه لأن استخدام الكلوموفين كان يقلل من حليب الأم. زيادة جرعة الكلوموفين: إن الإفراط في تناول دواء الكلوموفين يؤدي لاحتمال الإصابة بسرطان المبيض.
ما هي جرعات كلوموفين وطرق الاستعمال؟ يتم استخدام الكلوميد بناء على إرشادات وتعليمات الطبيب، حيث سوف يقوم الطبيب بإخبار المريض بالجرعة المطلوبة وكيفية الاستخدام. عادة ما يتم تناول الكلوموفين بدءا من اليوم الخامس من الدورة الشهرية، وذلك بجرعة حبة واحدة 5 مللي جرام يوميا ولمدة 5 أيام. في حالة عدم وجود استجابة وحصول الحمل لدى المرأة، عندها قد يقوم الطبيب بزيادة الجرعة أو تكرار دورة العلاج. والجدير بالذكر أنه يجب عدم تكرار دورة العلاج لأكثر من 3 مرات. عند نسيان تناول الجرعة في موعدها، قم بمراجعة الطبيب، كما تجنب مضاعفة الجرعة لتعويض الجرعة التي تم نسيانها. ما هو سعر كلوموفين في السوق؟ الحبوب بالتركيز 50 مللي جرام، العبوة شريط 10 أقراص، السعر حوالي 4 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.